اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا الحقيقه الشيق مع الاسطوره احمد صلاح. احمد، ارجع لك بعد قعدت انت في تركيا اول سنه مع هالبنك التركي، وبعد كده اتنقلت لفريق تاني صح؟ صح. كان مين؟ كان جاردا سراي، كان جالي ساعتها عبد الله، كان عقده خلصان في الاهلي، وقلنا احنا برضو نفس الايجنت هو واحد. كلمه وكان والمدرب بتاعه كمان. رشحت انت عبد الله ولا لا؟ هو طبعا عبد الله معروف، مش محتاج حد يرشحه طبعا. عبد الله لعيب كبير جدا، وهو كان هو قبليها تركيا كمان، انا لما كنت في روسيا كان هو في تركيا، والمدرب اللي كان ماسكه في تركيا ساعتها كان نادي اسمه نادي ميف، كان نادي لسه بادئ فاتح جديد يعني عامل فرقه جديده، هو اللي ماسك نادي جلطة سراي، فهو كان حابب يجيبنا انا وعبد الله مع بعض، عشان كان لسه كان كان كمان النادي كان عامل فرقه شباب، كان واخد منتخب الشباب عامله وداخل بيه الدوري، فكانت حاجه بالنسبه لنا كانت كويسه، اللي احنا كنا معانا لعيبه صغيره فعايزين خبره وعايزين يبقوا مع حد حبيبهم، فالحمد لله كانت سنه برده كانت موفقه. يعني انت في تركيا خدت وان ستيب اب، لان انت رحت الليفل اعلى من النادي اللي انت رحت عليه. ده حقيقي. وانضمام عبد الله عبد السلام، وده طبعا يعني يمكن دايما ابدا بيربطوا الاسمين مع بعض. ده حقيقي، ده من زمان، من اول 2001 دايما انت وعبد الله. يعني دايما انت وعبد الله دايما بيتعاملوا كانهم حاجه واحده، هو بيحبك جدا على فكره. احنا اتنين يعني بصراحه عبد الله اخ كبير، يعني اخ عزيز عليا جدا، احنا عارفين بعض من اكتر من 26 27 سنه ما شاء الله. فتره الناشئين كان طبعا انا اول لما عبد الله جه النادي الاهلي كنت انا اللي استقبلته، كان طبعا المدرب بتاعنا الله يرحمه ويحسن اليه كابتن احمد رجب. الله يرحمه. عبد الله اصلا كان بيلعب كوره فعلا. كابتن احمد رجب الله يرحمه ويحسن اليه كان راح لمختبرات الكوره، وجاب على طول كده زمان كان كده، يعني كان المدرب بيروح لمختبرات الكوره المدارس اطوال الكلام ده كله. عبد الله كان موجود، جه بصراحه هو ما خدش وقت في التعليم، عبد الله يعني زكي. ممتاز في الحاجات دي بصراحه، يعني في اي حاجه بيخشها بيبقى مميز فيها. ما اول سنه سنتين الاسيست ده اللي عمله لك مثلا في حاجه زي هو ده على طول، ده يفسر يا كابتن التفاهم اللي بينك وبينه في الملعب والله من غير كلام، يعني هي سبحان الله بالاحساس. انت بتقعد معاه في الاوضه؟ لا لا ما بقعدش معاه في الاوضه. طيب بس المنتخب بنقعد مع بعض. بتقعدوا مع بعض. ولما لعبت في تركيا سنه مع جالاتا سراي عملت موسم حلو. طبعا الحمد لله احنا كنا اتنين. ايه الميزه بقول لحضرتك اللي هي القصه كلها اللي بينه وبينه هي مش بالكلام، ولا بنقعد مع بعض نجهز للماتش، ولا هنعمل ايه، يعني ممكن كل همنا نتكلم الفرقه عايزين نعمل ايه مع الفرقه، لكن لعبنا مع بعض عمرنا ما اتكلمنا فيه هخش ايه كره سريعه عاليه، هي سبحان الله بيبقى في احساس بينه وبينه في الماتش، انا هخش كذا النهارده، انا هعمل كذا، تيجي في وقتها. عايز اقول لك انت هو محظوظين الحمد لله. ليه؟ ده حقيقه فعلا. مش طبعا المستوى العالمي اللي انتوا فيه، ولكن محظوظين ان انتوا مع بعض. هي كيمياء واحده، نفس البيت نفس الاسره، هم برضه نفس القصه، يعني بصراحه يعني هم انا يعتبر عشرت عبد الله ورحت بيته وبيتنا مع بعض عندي وعنده، فالاسره واحد بنفس نفس السيستم، البيت هنا نفس السيستم البيت هنا بصراحه ربنا، يعني فهم يعني ناس يعني حاجه جميله جدا، وروحهم وكلهم اهلاويه بدرجه غير طبيعيه. طبعا طبعا حاجه فظيعه يعني. كمان كان والده الله يرحمه كان بيجي لنا كل الماتشات، يعني اهلاوي كان بيلعب كوره في الاهلي، فبصراحه من قريب حاجه جميله يعني. وخليني اقول برضو يا كابتن انه هون عليك الوقت في تركيا، وانت هونت عليه الوقت كمان طبعا، يعني يعني احنا الاثنين الحمد لله ساعدنا بعض في حاجات كتير جدا. طبعا اخذنا خبره كبيره في الفتره ديت، وكل سنه بتحترف فيها طبعا بتستفاد حاجات كتيره جدا في اللعب، في الشخصيه، في الكلام، في حتى في ستايلك وانت رايح الماتش، في طريقه لبسك، في طريقه كلامك، في طريقه تركيزك وانت رايح الماتش، فالحاجات دي كلها طبعا بتفرق كتير جدا في الاحتراف يعني. خلينا اروح بقى بعد جالاتا سراي، انتوا رجعتوا انتوا الاثنين على مصر. اول حاجه رحنا لبنان، يعني بعد جين رحنا لعبنا الدوري النهائيات الدوري البلاي اوف الدوري اللبناني، ده بتبقى شهر ولا حاجه، قعدنا حوالي شهرين شهرين. بتبقى مش كنا احنا خلصنا بدري في تركيا، وكان في فرصه انت تروح لبنان. خدنا الدوري ساعتها كمان، خدتوه، رحت خلصتوا الدوري كانت يعني كان موسم والله كان صعب جدا، كان صعب جد. جدا، ان كمان كان ساعتها عندهم سيستم في البلاي اوف عاملينه ان ممكن كل ماتش تجيب اثنين محترفين شكل. ايه ده؟ والله دي صعب قوي دي، يعني كل ماتش يعني ده تغيرهم اثناء المباراه ممكن، يعني انت مثلا لعبت النهارده باثنين محترفين، انت عايز تعمل الخطه بقى للماتش الثاني ممكن تلاقي اثنين محترفين ثانيين خالص. يا خبر ابيض. فكان يعني احنا ممكن كل فرقه يبقى اربع خمس محترفين يلعب ممكن يبدل فيهم اللي هو عايزه، يسجل فيهم كل ماتش اثنين زي ما هو عايز. ده انت بتلعب منتخب كده، كان الموضوع كان صعب جدا جدا، وفعلا كان مع نادي ايه بقى يا كابتن؟ كنا في نادي البشريه. البشريه يعني كان نفس الايجنت اللي بعته. لا لا كان هي كانت جت كده يعني. عبد الله راح قبليه بسنه برضو، كانت بطوله برضو، خد مركز ثالث، وبعد كده ثاني سنه يعني
اتجمعنا انا وهو في السنه كنت بيروت ولا في حاجه في حته بيروت بيروت لان هو في جونيا وفي بيروت بيروت. طيب خلصنا لبنان وبيروت رجعنا النادي الاهلي قعدنا كام سنه؟ لا رجعنا النادي الاهلي لا ما رجعناش النادي الاهلي رحنا الجيش بطلائع الجيش بالظبط. الموضوع جه ازاي؟ والله يا كابتن بص احنا رجعنا من تركيا ساعتها كان في انا كنت سامع من تركيا انا وعبد الله كان في مشاكل ان في لعيبه مش مرتاحه في حاجه مش مظبوطه في الفرقه تمام فاحنا مالناش دعوه احنا كده من بره طبيعي اي واحد طبعا طبيعي هيرجع من بره يرجع لبيته صحيح ما لقيتش يعني انا ما لقيتش اهتمام بالموضوع ده بصراحه ما كانش في رغبه ان انت ما كانش في رغبه ما كانش فيه اهتمام ممكن المدير الفني كان ليه وجهه نظر معينه مثلا كل شيء يحترم طبعا انا ما حدش اتكلم ولا انا ما طلعتش قلت كلمه ان الاهلي ما خدنيش ليه بالعكس من النادي الاهلي بالظبط بيتك بالظبط جه حصل الموقف ده يعني خلاص المدير الفني هو ليه وجهه نظر هو كان حابب مثلا ناس معينه او عاوز يعمل فرقه بشكل معين يحترم وحقك ما فيش اي مشاكل خالص بحب النادي الاهلي طبعا رحت الجيش قعدت فيه اربع سنين انا وعبد الله قعدت ثلاثة انا قعدت اربعه حققت فيه الحمد لله برضو ربنا كرمني وحققت فيه انتصارات خدت اتنين كاس واتنين دوري بطوله افريقيه وطبعا كان نادي الجيش كان عمره ما خد بطوله قبل كده فبرضو ده من كان كابتن العيد المدير الفني كان كابتن شريف الشمالي اول حاجه اول سنه خالص كان كابتن احمد زكريا اول سنه خدنا فيها كاس وتاني سنه كان كابتن شريف الشمير اللي خدت معاه دوري وافريقيا وتالت سنه كان كابتن وائل العادي خدنا الدوري وكاس ورابع كان كابتن وائل العادي برضه بس دي ما كانش فيه نصيب يعني ما خدناش فيها بطوله خدنا تاني افريقيا وتاني دوري غالبا او تالت دوري